يا ياسمين، شو بدك تعملي هلا؟ ولا شيء امي. مفكرة انه شاهنور بس تعرف بالولد رح تترك لك اياه؟ امي لشو هيك عم تحكي؟ عم بقول لك شاهنور بس تعرف اكيد رح تاخذ الولد منك. مو معقول، ما بظن انها تعمل هيك شيء. بلا بتعملها، بتعمل هيك واكثر. حرام عليكي ليلى، انت هيك بتشغلي بالها للبنت. شو بكون؟ شو عم بألف من عندي؟ ما تخافي، صواش ما بيسمح لها تعمل هيك شيء. مزبوط، ما بيسمح. اساسا المشكله مو من صواش يا بنتي، المشكله من امه.